السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول الله مسموع نقدم لكم سلسلة كلمات قرآنية قد تفهم خطأ، الحلقة الثالثة. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما وعدوا في القرآن وما يؤول إليه أمرهم من جنة أو نار. وقوله تعالى: يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة، وليس معناها تفسيره. قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لم يقيموا فيها ولم يعيشوا فيها قط، أي في ديارهم، وليس معناها يغتنوا وتكثر أموالهم. قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي تكاثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أي كثروها، وقيل بمعنى اتركوها، وليس عفوا من العفو والتجاوز والمغفرة. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، أي بالقحط والعدوب، وليس المراد بالسنين الأعوام، أي المدة المعروفة. وقد ابتلاهم الله بها، لأن الشدائد ترقق القلوب وتدفع بالرجوع إلى الله والإنابة إليه. قال تعالى: إن تحمل عليه يلهث، أي تطرده وتزجره، وليس من وضع الأحمال عليه، إذ الكلاب لا يحمل عليها بهذا المعنى. قال تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ليس المراد ذكر اللسان فقط، بل المراد تذكر الله ومراقبته، فيوجل العبد ويجتنب المعصية أو يتوب منها. قال السدي: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فينزع عنها. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي أنا مجيركم وأنتم في ذمتي وحماي، وليس المراد أنهم مقيم بجوارهم. قال تعالى: ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون من الفرق وليس من الفرقة. قال تعالى: عسى الله أن يتوب عليهم، في اللغة العربية للطمع في قرب الشيء وحصوله، فهي من أفعال المقاربة، كقولك عسى أن يأتي محمد. أما عسى من الله فهي الإيجاب وتحقق الوقوع. اتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله واجب، لأنه لفظ يفيد الإطماع، ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه كان عارا. والله تعالى أكرم من أن يطمع واحدا، أن يطمع واحدا في شيء ثم لا يعطيه. قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أي مؤخرون لأمر الله يحكم فيهم بما يريد. قال القرطبي: من أرجأته، أي أخرته، ومنه قيل مرجئة، لأنهم أخروا العمل، وليس مرجون من الرجاء.